مدينة دار السلام ومنطقة البطنان بالكامل. تؤيد أولا كلمة الشيخ وابن طبرق الشيخ منصور بسيس في سيدي براني. الله أكبر. هذه الشخصية التي تلت كلمة باسم مشايخ ليبيا، حفظك الله شيخ منصور. وأيضا كلمة السيد عبد الفتاح السيسي ومبادرة المستشار عقيلة صالح قويدر قائد الأعلى للقوات المسلحة. وأيضا ندعم وبقوة ونحن موجودين في الميدان. لا تخاذل على الوطن. بإذن الله تعالى جيشنا منتصر بقيادة المشير ركن خليفة بن قاسم حفتر. نحن لا نطبل للأشخاص، بل أفعال الأشخاص هي التي تطبل عليهم. ربنا يحفظ قواتنا. وبإذن الله جيشنا منتصر، وبإذن الله الخزي والعار لمن ينتظر في جنونه، الخزي والعار لمن ينتظر في تركيا، وبإذن الله الخزي والعار للخونة والعملاء ومن يعبد الدرهم والدينار والدولار. فليعلم عدونا أننا بتاريخ أجدادنا نشرب إن أردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، وليعلم أيضا أننا نخوض هذه الحرب بشباب يرون في القتل مجدا وشيبا في الحروب مجربين. لا للغزو التركي، سننتصر بإذن الله تعالى. بيان أهالي مدينة طبرق دار السلام بشأن الغزو التركي السافر وتدخلها في الشأن الليبي، وما جاء في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم أمس. عليه نؤكد نحن أهالي مدينة طبرق بكل تركيباتها الاجتماعية على الآتي: 1. نستنكر وبقوة التدخل التركي السافر في الشأن الليبي ومحاولة تفكيك النسيج الاجتماعي عبر إرسال المرتزقة ومحاولة إنشاء قواعد لها على أرض ليبيا الطاهرة. 2. ندعم مبادرة القاهرة الليبية وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية لإنجاحها والقبول بها والعمل بها. 3. نثمن دور الشقيقة مصر ونؤكد على ما جاء في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حفظه الله. 4. ندعو الدول العربية بشكل عام والإقليمية بشكل خاص أن تحذو حذو جمهورية مصر العربية حفاظا على الأمن القومي العربي. 5. ندعم ونؤيد شرعية البرلمان الليبي الشرعي وعلى رأسه المستشار عقيلة صالح قويدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. لقد تابع الجميع ما جاء في خطابكم بالمنطقة العسكرية الغربية بسيدي براني شرق حدودنا الليبية، وكان للعقلاء والحكماء وشيوخ قبائلنا الليبية شرف الحضور والمشاركة، مما يؤكد عمق العلاقة بين الشعبين منذ الأزل، حيث التمسنا من سيادتكم مدى حرصكم وتفهمكم لحجم المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الليبي ونهب ثرواته وانتهاك سيادته الحرة التي دافع عنها الآباء والأجداد وسطروا أروع الملاحم النضالية لطرد الغزاة إبان تلك الحقبة. وها هم أمام العالم أجمع أبناء القوات المسلحة العربية الليبية تصارع الإرهاب والميليشيات الخارجة عن القانون منذ 6 سنوات، وتواجه تدخل الأتراك الحاقدين الحالمين بسلاطين الوهم والتخلف التي